بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. سيكون حديثنا اليوم عن موضوع Thermotherapy and Cryotherapy، وفي هذا الموضوع هنشوف شو أثر الحرارة Thermotherapy and Cryotherapy، العلاج بالكمادات أو بالحرارة والعلاج بالبرودة. كلنا حيمر علينا في فترة من الفترات بعض المرضى، البعض منهم بيحتاج نوع من أنواع الثيرموثيرابي، لكن في هذه الحالة شو بدنا نستخدم؟ هل نستخدم كمادات ساخنة هوت باكس، ولا نستخدم انفراريد، ولا نستخدم ألتراساوند، ولا نستخدم شورت ويف، ولا نستخدم هيدروثيرابي ويربول أو غيره؟ إذن هذه كلها عوامل بتخلينا نفكر جيدا قبل استخدام أي ثيرابيوتيك موداليتي، وعشان نعرف الإجابة متى نستخدم الكمادات الساخنة، متى نستخدم الألتراساوند، متى نستخدم الشورت ويف، لازم نعرف شو طبيعة كل واحدة من هذه الوسائل. وعشان هيك احنا حنيجي نتكلم عن definition of thermotherapy. في البداية حنتكلم الثيرموثيرابي، وبعد الانتهاء من الثيرموثيرابي حنتكلم عن الكرايوثيرابي. Thermotherapy definition: it is a therapeutic use of heat, or it is the therapeutic use of heat, and the application of a device or a substance with a temperature greater than the body temperature, thus causing heat to pass from the thermotherapeutic device to the body. حيكون واضح قدامنا إنه شرط عشان أستخدم الثيرموثيرابي لازم تكون حرارة هذه الأداة أو هذه الموداليتي اللي أنا بستخدمها أعلى من حرارة الجسم اللي هي فوق 37 درجة. Heat is a form of energy produced by the movement of atoms and molecules. All substance with a temperature above absolute zero it will produce heat. شو معنى الكلام هذا؟ معنى إنه ما في شيء مطلق البرودة، ما في شيء مطلق البرودة، حتى اللي درجة حرارته 10 تحت الصفر أو 20 أو 30 كله بينتج عنه بعض الحرارة. لكن وقتيش ممكن تكون البرودة مطلقة؟ إذا كانت درجة الحرارة لهذا الجسم أو هذا المادة سالب 273 درجة حرارة مئوية. الآن لما بنيجي نتعرف على أقسام الثيرموثيرابي حنلاقي في عنا نوعين من الثيرموثيرابي. في عنا سوبرفيشال ثيرموثيرابي، في عنا ديب هيت أو ديب ثيرموثيرابي. السوبرفيشال ثيرموثيرابي حنلاقي إنه عملية البنتريشن أوف هيت هي فقط فعالة أقل من 1 سنتيمتر، يعني حتكون درجة أو الدرجة الفعالة لتسخين الأنسجة هي الأنسجة التي تبعد حوالي 1 سنتيمتر، أو الدبث تبعها هيكون 1 سنتيمتر. We should note however the superficial thermal modalities will heat tissue deeper than 1 centimeter, but the amount of heating is not enough to evoke the desired therapeutic effects. Depth of the heat for superficial thermotherapy less than 1 centimeter. لكن هذا لا يعني إنه هذه الوسيلة أو هذه therapeutic modalities مش ممكن إنها تأثر على deeper tissue. لكن درجة الحرارة أو درجة التسخين لهذه تشو مش هتكون بالشكل الإفكتيف واللي تكون ذات فائدة علاجية. على سبيل المثال من أشكال السوبرفيشال ثيرموثيرابي حنلاقي في عنا الهوت باكس، في عنا الواير بول، في عنا البرافين باث. أما الديب ثيرموثيرابي أو الديب هيت موداليتيز طبعا حنلاقي إنه قدرتها على تسخين التشو أكبر من السوبرفيشال
thermotherapy modalities. حنلاقي إنه عندها القدرة على إنها ترفع حرارة التشو tissue temperature rise in deeper tissue من 3 إلى 4 سنتيمتر. إذن penetration of heat 3 إلى 4 سنتي. من هذه الأمثلة اللي ممكن نشوفها على موضوع الديب ثيرموثيرابي ممكن نلاقي الألتراساوند الديثيرمي الديب ثيرمال موديلتيز the heat by conversion and radiation. Diathermy radiation has different characteristics than infrared radiation and therefore evokes different physiological effects. كل هذه الأمور اللي احنا حكينا عنها وبنحكي عنها في موضوع الديب ثيرموثيرابي حنلاقي انه هي لديها القدرة على رفع درجة حرارة التشو للأنسجة العميقة نحكي عن 3 إلى 4 سنتيمتر زي ما حكينا قبل شوي. عرفنا انه في عنا superficial thermotherapy وفي عنا deep thermotherapy وهذه المعرفة of penetration for these modalities حتعطينا guidance which modality we should use during the management of our patient or during the treatment of our patients. إذا كان بدي الإفكت of heat to be deeper هستخدم واحدة من الموداليتيز اللي حيكون تأثيرها deep heat. أما إذا كنت بدي أستخدم للسوبرفيشيالي فأنا هستخدم الموداليتيز اللي تأثيرها سوبرفيشيالي. مهم جدا مدام إحنا بنحكي عن الثيرموثيرابي لازم نتعرف كيف تنتقل الحرارة من خلال هذه الموداليتيز. Generally we have four methods of heat transfer. First one is conduction. وهذه لما بنحكي على conduction ربما الصورة هذه تكون واضحة جدا. لما بنحكي احنا نيجي بنحاول نلمس شيء موجود على النار وسخن بينتقل الهيت from this subject to our body. This way of transmission called conduction. Conduction means transfer of thermal energy from the hot subject to the body through direct contact. Examples لهذه الموداليتيز او لهذه الطريقه في انتشار الحراره هي عمليه هو استخدام الهوت باكس والبرافين باث نتيجه الدايركت كونتاكت. اما النوع الثاني فهو كونفرجن. لما بنحكي على كونفرجن عمليه تحويل الحراره من شكل الى شكل. على سبيل المثال الالتراساوند او الالتراسونكس او الشورت ويف دايثيرمي هي عبارة عن electromagnetic waves or beams وهذه البيمز بصير لها conversion to heat. It will be convert to heat. إذن conversion means the transformation of energy from state to another state or to a heat state. Something like sound waves أو الإلكترومغناطيك waves to a heat therapy. Example ultrasound, short wave, etc. The third way of heat transfer convection which used mainly in hydrotherapy. We use it and see it in hydrotherapy. It uses the movement of medium of a medium زي المية. هي عملية استخدام الماء السخن وانتقال الحرارة من الأماكن القريبة من مصدر الحرارة وانتقالها للأماكن الأبعد. Radiation also called radiant energy وهذا طبعا احنا بنشوفها في عملية انتقال الحرارة من مصدر الى الجسم دون ما يكون في عنا لا ملامسة no conduction no convection وهذه تسمى
الراديشن وممكن نشوفها في الالترا فايلوت والانفراريد راديشن. What is the therapeutic use of heat؟ شو لايش احنا بنستخدم الهيت as a therapy؟ musculoskeletal condition زي حالات التندينيتس, تينوسينوفيتس, بيرسايتس, كابسولايتس. في حالات المانجمنت اوف بين سواء كان نك, لو باك, مايوفيشال, نيوروماس, etc. arthritis, contracture in case of contractures, in case of muscle relaxations to get muscle relaxation, in case of a chronic inflammation. The physiological effect of heat, we have hemodynamic effect, that mean increase circulation. A 2- or 3-fold increase in the forearm blood flow has been demonstrated following hydrotherapy at 44 to 45 Celsius degree, 111 to 113 Fahrenheit, or shortwave diathermy. This vasodilation result in increased ingress of nutrients, leukocytes, and antibodies, and increase egress, increase acute inflammation. إذا حنلاقي إنه تأثير الحرارة على الجسم حيزود من الدورة الدموية, increase the circulation, increase of the blood flow to the area. It also will increase the amount of nutrients, leukocytes, and antibodies, and increase egress. إذا حيزود بشكل عام عملية الميتابوليزم, وهذه كمان حيكون إلها تأثير في عملية المانجمنت of inflammation. Increase acute inflammation. في حالات الأكيوت inflammation حيزيد كمان نتيجة استخدام الهيت, أو في حالات الأكيوت inflammation ممنوع نستخدم الهيت ثيرابي, لكن ممكن في حالات الكرونيك inflammation يكون موجود من ضمن البروجرام of treatment. Resultant effect of heat therapy or thermotherapy, increase edema, increase bleeding, physiological effect of heat, increase collagen, extensibility, relieve muscle spasm, increase blood flow, assist in resolving inflammation, analgesia, decrease joint stiffness. From other miscellaneous effects of heat, we know that it is generally accepted that heat produces an analgesic effect. A variety of mechanisms for analgesic effect of heat have been postulated. إذن كلنا بنعرف إنه الإفكت of heat analgesic, لكن كيف ممكن يشتغل الهيت as analgesics؟ هناك العديد من الميكانيزم اللي بتشرح هذه الحالة. These include cutaneous counter irritant effect. حلاقي إنه application of hot bag on an area of the body, it will act as a counter irritant on the body. وفي هذه الحالة مستقبلات اللي موجودة في الجسم حتستقبل الإفكت أو الأثر تبع الهوت باك اللي هو الحرارة, وتقلل من استقبالها للألم اللي موجود في هذه المنطقة. Vasodilation resulting in decrease ischemic pain, لأنه عملية الفازوديليشن أو الإفكت of vasodilation اللي بيصير حيقلل من حالات البين الناتج عن الإسكيميا, زي ما بيصير في حالات الانترميتنت كلاوديكيشن. Vasodilation resulting in wash out of pain mediators. عملية الفازوديليشن اللي صارت wash of pain mediators. Endorphin mediated response.
هتزود من تأثير الإندورفين وهو تأثير مسكن. Alteration of nerve conduction. Alteration of nerve conduction and then alteration of cell membrane permeability. General precautions for the use of heat. As any modality, we have to know that there is sometimes some indications, some contraindications, and some precautions. That mean use it in cautious. Heat can exacerbate acute inflammation. طبيعي جدا كونه انه احنا بنحكي على increase blood supply فبالتالي حتعمل increase للinflammation and should generally be avoided in the acute management of acute stage or in the acute management stage. Heat should be avoided during the management in acute stage. In the patient with impaired circulation, increased metabolic activity with heating may exceed the capacity of arterial supply, so heat should be used with caution in this patient population. اللي بيعانوا من مشاكل في circulation, impaired ضعف في الدورة الدموية, والناس اللي بيكون في عندهم increased metabolic activity لأنه الهيتنج حتزود من عملية الميتابوليك اكتيفيتي. Vasodilation from heat can result in increased bleeding in persons with bleeding diathesis. الناس العرضة لأنه يصير في عندهم bleeding بدنا نكون عارفين إنه استخدام الهوت باكس ممكن يزود من فرص حدوث lebleeding مع هذول الناس. نحكي على vasodilation كمان ممكن يزود إديمة. بيستخدم بحذر مع السكارز لأنه السكارز معروف عنها إنه هي عبارة عن avascular tissue and have reduced ability for heat dissipation. عملية انتقال الحرارة فيها حتكون أبطأ وحيكون فيها صعوبة وبالتالي ممكن إنها تسبب مشكلة ويصير في overheating لهذه المنطقة بدون ما يكون في إحساس. عشان هيك إحنا بنقول could be used with caution. Heat should generally be avoided in areas of impaired sensation. كل المناطق اللي فيها impaired sensation heat should be avoided. أو عملية استخدام الهيت مع الناس اللي عندهم cognitive or communication problem لأنه مش هيقدر يعطيني report about his pain, about his condition, about the therapeutic modality that I use. Lemon cautions against the use of heat over malignancies because of the potential for increased rate of tumor growth or hyperemia, increasing hematogenous spread. ممنوع استخدام الهيت over malignancies لأنه حيزود من عملية spread of malignancy and metastasis. This should be distinguished from the use of specific local hyperthermia in the adjunctive treatment of malignancies. أو ممنوع استخدام الهيت modalities في حالات المالجنانسيس. لكن في بعض حالات المالجنانسيس على سبيل المثال مريض عنده مالجنانسي في الرايت أبر ليمب والليفت لور ليمب تحتاج management of heat modality. في هذه الحالة ممكن نستخدم localized heat modality or hyperthermia modality لعملية المانجمنت. It also does not preclude the use of heat for adjunctive analgesia in the terminally ill cancer. المرضى اللي بيكون في مراحل حياتهم الأخيرة اللي بيعانوا من الكانسر لا مانع من استخدام الهيت ثيرابي as analgesia في هذه الحالات لأنه
الكانسر already spread metastasis everywhere فإحنا بناخد ال effect of heat to relieve some pain ونخفف عنهم في هذه الحالات. Generally we have some contraindications for using heat which mean heat should be avoided during the treatment during first 48 to 78 hours of injury because it is increased metabolism which is stimulated by heating and it will cause increase in secondary metabolic injury if heat is applied too soon to an acute injury. إذا استخدمناها حتزود الانجري مع هذا المريض. Don't apply any form of heat to an area with compromised circulation. أي مريض عنده مشكلة في السيركوليشن ممنوع استخدم معه أي نوع من أنواع الهيت. Don't apply any form of heat to an area with compromised sensation. كمان المرضى اللي عندهم مشاكل في السنسيشن should be avoided. The use of heat or thermotherapy should be avoided. Superficial heat اللي ممكن نشوفها احنا على شكل الهوت باكس ممكن نشوفها في حالات الواير بولز او في حالات الهوت باكس اللي من الهايدروكليترز أجهزة الكمادات الساخنة. وكلنا بنعرف إنه الهوت باكس بتحتوي على سيليكون دايوكسيد. إذا الكمادة الساخنة بتحتوي على ثاني أكسيد السيليكون اللي بيحتفظ بالحرارة لفترة طويلة. They come in variety of sizes and styles for use of different areas. هذه الكمادات في العديد من الأشكال والأحجام اللي موجودة تستخدم حسب الأريا اللي أنا بدي أعالجها. فعلى سبيل المثال لو أنا بدي أستخدم لوايد أريا بدي أستخدم لارج باك. إذا بستخدمها على سمول أريا زي الهاند بدي أستخدم سمول هوت باك. بالنسبة لجهاز الهيدروكليتور درجة حرارته تقريبا 74.5 درجة مئوية الحرارة المثالية اللي لازم تكون موجودة فيها. بنحط الكمادات فيها. لازم عشان احنا نستخدم الهوت باكس او الباك هيتر لازم كمان نستخدم التولز. يعني ممنوع استخدام الهوت باكس دايركت اون ذا بودي بدون استخدام الانسوليتنج تولز. كمان مهم جدا عند استخدام الهوت باكس متابعة وملاحظة الجسم او السكن تحت هذه الكمادة لانه ممكن يصير في عندي اوفر هيت بدون ما المريض يبلغني او يقول لي انه صارت اوفر هيت او حرارة عالية مش قادر اتحملها. Total treatment is usually 30 minutes. مدة الجلسة أو الجلسة العلاجية مدتها تقريبا 30 دقيقة باستخدام الكمادات الساخنة. في دراسة انعملت أوضحت أنه استخدام الكمادات الساخنة لمدة 30 دقيقة للبوستيريور ثاي it will produce approximately 3.3 أو 1.3 سيليسيوس تيشو تمبريتشر إليفيشن. يعني استخدام كمادة على منطقة الثاي الهامسترينج لمدة 30 دقيقة حترفع درجة حرارة التيشو سوبرفيشالي 1.3 درجة مئوية بعمق 1 إلى 2 سنتي متر. بعض الدراسات الأخرى قالت إنه في ارتفاع أو عند استخدام الكمادة الساخنة على منطقة البريكر دياليز حتزيد درجة الحرارة مقدار 1.1 درجة مئوية لحد عمق 4 سنتي.
General heat precautions should be observed. عند استخدام الكمادات الساخنة بدنا ناخد بالنا من البريكوشنز. The patient should not lie on the back. لما بنقول the patient should not lie in the back يعني ما أحط الكمادة تحت ظهر المريض وخليه ينام عليها سوباين، لأنه عملية السكويزنج عملية العصر لهذه الكمادة حتزود من الويتنج أو تبلل التول اللي موجودة، وما دام التول هذه انبلت حتزود أو حتزيد من سرعة انتقال الحرارة من الكمادة إلى جسم الإنسان، وبالتالي ممكن يصير في عندي أوفر هيت وممكن تؤدي إلى بيرن. Similarly, the focal pressure from lying on the hot bag can produce increased heating over bone prominences. إذا إحنا بنستخدم الكمادات هذه over bone prominences بدنا ندير بالنا إنه بصير عملية concentration of heat من الكمادة على هذه البون برومننسز، وبالتالي ممكن تعمل بيرن على البون برومننسز. بدنا نكون عارفين كمان على الرغم انه الكمادات الساخنة الهوت باكس هي من اكثر الوسائل العلاجية انتشارا ومن ابسطها، الا انه من اكثر الوسائل العلاجية اللي ممكن تسبب حروق في اثناء الاستخدام في قسم العلاج الطبيعي. Because heat has sedative effect and the patient is typically not directly supervised when this modality is used. ولعل أحد أكثر الأسباب اللي بتخلي البان تكون أكثر انتشارا نتيجة استخدام هذه الكمادة إنه الكمادة هذه إلها تأثير sedative مسكن، وفي نفس الوقت بتنترك لمدة 30 دقيقة استخدامها، وأحيانا بيكون no direct supervision. عشان هيك بنقول إنه في عملية استخدام الهوت باكس it should be observed directly or supervised directly every time or many times during the treatment sessions. Other superficial heat modality بارافين باث. البارافين باث it used the conduction as primary form of heat transfer. بارافين wax and mineral oil are mixed in ratio of 6:1 or 7:1. يعني لو كان في عندي أنا 6 لتر من البارافين واكس بدي أخلطهم بواحد لتر من المينرال أويل أو البارافين أويل زيت البارافين، لأنه عملية الخلط بزيت البارافين بتقلل من درجة انصهار الواكس وبتصير أكثر راحة للجسم. يعني بتصبح درجة انصهار الواكس 52.2 بعد ما كانت درجة انصهاره 54.4 درجة مئوية، وحنلاقي انه درجة حرارة 52 متحملة بشكل افضل من 54 درجة، لانه انتقال الحرارة بيكون نوعا ما بطيء في خلال استخدام البارافين. كيف ممكن نستخدم البارافين؟ ممكن نستخدمه من خلال عملية الدبنج، وهي عملية الإيميرشن أو الدبنج عملية غمر الطرف المراد علاجه في البارافين عدة مرات، أو من خلال الإيميرشن إنه نخلي الطرف المراد علاجه في البارافين، أو من خلال البرشنج. في بعض الحالات بيكون صعب اني احطها، او بعض الاماكن صعب اني احطها في داخل الجهاز البرافين، فانا محتاج لبرش فرشاية واعمل او ادهن على منطقة الالم. مهم جدا قبل
العلاج لازم كل شيء موجود في الطرف اللي احنا بدنا نعالجه، سواء كان upper limb lower limb، نقيم كل الخواتم اذا كان موجودة في هذا الطرف، اي مجوهرات او اي ادوات موجودة لازم نقيمها، لازم يغسل الطرف منيح ولازم ينشفه منيح قبل عملية الاستخدام. The dipping method involves 7 to 12 dips followed by warping in plastic and towels to insulate mitts to retain heat. في عملية الديبينج لازم نغمر الطرف لمدة تقريبا من 7 إلى 12 مرة، نغمر الطرف في داخل البرافين ونرفع، نغمره كمان مرة ونرفع، ونكرر هذه العملية تقريبا 7 مرات إلى 12 مرة حسب الثيكنس اوف برافين اللي مطلوب في هذه الحالة. وبعد ذلك يتم وضع الطرف الذي يتم علاجه في بلاستيك باج، وبعد هيك بتم لفه او غمره بيتم لفه بالبشكير. اذا place hand elbow or foot into warm liquid paraffin، بعد هيك remove from paraffin and place into plastic liner كيس بلاستيك، بعد هيك بنحط بنلف التول. بعد ما نخلص عملية العلاج بنعمل عملية removal of the wax. الإيميرشن ميثود هي عبارة عن several dips to form a thin glove of paraffin followed by immersion for 30 minutes. شو هذه الطريقة؟ الطريقة هذه إنه أنا بدي أعمل ديبينج في الأول، يعني أعمل غمر للطرف في داخل البرافين عدة مرات لحد ما تتكون طبقة خفيفة من الواكس وتشكل لي جلافز على الطرف المراد علاجه. بعد هيك بتم غمر الطرف لمدة 30 دقيقة في داخل البرافين باث. أما الطريقة الثالثة لعملية البراشنج بتتم من خلال عمل طبقات، عدة طبقات بالفرشاية من البرافين على المنطقة المراد علاجها لحد ما نغطيها كامل، وبعد هيك نلفها بتول أو نغطيها بتول. من خلال ملاحظتنا للطرق الماضية في عملية استخدام الواكس ثربي أو البرافين ثربي، حنلاقي إنه طريقة الإيميرشن هي أكثر الطرق حنلاقيها إنتاجا للحرارة، وبترفع من حرارة الجسم with peak for arm subcutaneous tissue temperature of 5.5 Celsius degree over baseline and brachioradialis temperature of 2.4 over baseline. إذا حنلاقي إنه استخدام الإيميرشن بيرفع من درجة حرارة الطرف المراد علاجه بحدود 5.5 درجة مئوية في مناطق السبكوتينيوس تيشو، أو في منطقة زي منطقة البراكيرادياليز حنلاقي إنه بيرفع درجة حرارة 2.4. The dip method produces a 4.4 Celsius peak for arm substance for arm subcutaneous tissue، حيرفع درجة الحرارة بحدود 4.4 درجة مئوية في subcutaneous tissue on the forearm، وبيرفع درجة الحرارة 1 درجة مئوية في منطقة البريكو رادياليز. But these temperature raises decrease significantly by 15-20 minutes post dipping. وحنلاقي انه درجات الحرارة هذه قلت بعد 15 الى 20 دقيقة من استخدامها او بعد عملية الدبينج. في دراسة اجريت على
مرضى السكليروديرما patients لقوا انه استخدام البرافين باث مع فريكشن مساج واكتف رينج اوف موشن زود من الكومبليانس تبع السكن وحسن من الهاند فانكشن بشكل كبير جدا. اذا significant improvement. In another study for treatment of rheumatoid arthritis patients, significant improvement was seen in the range of motion and the grip function were noted following paraffin treatment in conjunction with range of motion exercise. إذن عند استخدام البرافين كعلاج لحالات الروماتويد أرثرايتس لقوا إنه في تحسن واضح على الرينج اوف موشن وعلى الهاند فانكشن، لكن بشرط إنه يكون البرافين مصاحب له رينج اوف موشن اكسرسايز، في حين إنه استخدام البرافين باث ألون has no statistically significant effect. لو تم استخدام البرافين باث في عملية المانجمنت of rheumatoid arthritis alone لوحده مش هيكون في له اي تأثير واضح، لكن البرافين مع الرينج اوف موشن اكسرسايز هيكون في تحسن واضح على الرينج اوف موشن of the hand وعلى الجريب function. من other superficial heat devices اللي ممكن نشوفها، احنا ممكن نشوف على سبيل المثال جهاز بسموه فلويد ثيرابي، ممكن الالكتريكال هيتينج بادز كمادات الكهربائية، بورتابل هيت بادز، and topical analgesics. فلويد ثيرابي it is a superficial dry heating modality that use convective heating with forced hot air and a bit of finely divided solid particles. Radiant heat جهاز الانفراريد لام، واللي طبعا في luminous infrared وفي non-luminous infrared. luminous infrared حلاقي انه سبيكترم تبعتها الويف لينث 770 ل 1500 نانومتر. النون لومينس انفراريد هاف هيت لامب ايميت راديشن ان ذا فار انفراريد سبيكترم ويف لينث من 1500 الى 12000 نانومتر. انفراريد هيتينج باي انديوسينج موليكولار فايبريشن، عمليه التسخين اللي بتتم نتيجة استخدام الانفراريد من خلال المولكيولر فايبريشن، بترفع درجة الحرارة من تقريبا 1.3 سيليسيوس سنتيغريد على عمق 2 سنتي following the heat lamp application. زيادة الانتنسيتي في حالات الانفراريد من خلال الدستنس، إذا أنا بدي أزود الدستنس بقلل درجة الحرارة، قللت الدستنس زودت درجة الحرارة. متى ممكن استخدام الانفراريد؟ نستخدمها أو بنفضل استخدامها للناس اللي ما بتحمل إنه ينحط له أو ما بيتحمل الوزن تبع الهوت باكس. من البريكوشنز للراديانت هيت هي نفسها الجنرال هيت بريكيشنز، الناس اللي عندهم لايت سنسيتيفيتي، الناس اللي عندهم سكن دراينج جفاف الجلد، الناس اللي عندهم ديرمال فوتو ايجينج، الناس اللي نتيجة تعرضهم للانفراريد ممكن يزود من درجة الدامج اللي بتكون في السكن نتيجة الايجينج، بتزود درجة الدمج اللي بتكون طبيعي في الايجينج. هذول الناس اذا تعرضوا لانفراريد لايتس ممكن تزود هذه البروسيس. القانون
اللي بيعتمد عليه استخدام الانفراريد او increasing intensity في الانفراريد، حاجة بسموها الانفيرس سكوير لو. شو بقول الانفيرس سكوير لو؟ لو فرضنا هاي في عنا مصدر للحرارة، نفترض انه هذه عندي انفراريد لايت، حلاقي انه المسافة على بعد 15 سنتي من مصدر الانرجي او مصدر الطاقة هذه، حلاقي انه الهيت عبارة عن 4 اضعاف اللي مطلوبة. لو زودنا المسافة هذه الضعف وصارت عندي 30 درجة، حنلاقي انه صارت درجة الحرارة فقط اكس. شو معنى الكلام هذا؟ معنى الكلام هذا انه لما انا بستخدم الانفراريد بدي احافظ على مسافة تكون 30 سنتي، هذه عشان اخذ الثيرمال افكت اوف انفراريد. طيب التلاتين سنتي هذول عشان يعطوني درجة الحرارة اللي مطلوبة ولتكن اكس. لو قللت درجة او قللت المسافة الى النصف من 30 واصبحت المسافة 15، حلاقي انه زاد درجة الحرارة زادت 4 اضعاف. او لو زودت المسافة ما بين الانفراريد والسكن كمان 30 سنتي، بحيث تصبح 60 سنتي، حلاقي انه زادت المساحة اللي انا بغطيها بالانفراريد لايتس، لكن درجة الحرارة اصبحت الربع. وبهيك بنعرف انه كل ما قللنا المسافة ما بين الانفراريد سورس والسكن كل ما زادت درجة الحرارة. كل ما زودنا الحرارة كل ما زودنا المسافة كل ما زاد عملية الانتشار للحرارة، كل ما زاد انتشار المساحة المتعرضة للحرارة وقلت شدة هذه الحرارة. الآن عندي جدول بيوضح بعض الثيرمال ثيرابي موداليتيز وقديش درجة الحرارة اللي موجودة فيها. على سبيل المثال الفلويد ثيرابي درجة حرارتها حتكون 47.8 درجة مئوية، البارافين واكس ما في درجة حرارة واضحة، لكن احنا بنعرف انه 52.2، اذا انا حطيت البارافين اويل مع الواكس، البارافين واكس اللي انا بدي استخدمه ممكن توصل درجة الميلتينج بوينت 52.2، لكن لو ما حطيتوش ممكن توصل 54.4. الووتر باث حمامات الماء الساخن درجة الحرارة المثالية تبعتهم لازم تكون 38.9، اي 102 فهرنهايت. الآن نيجي نشوف تأثير هذه الحرارة على الجوينت كبسول على المصل. حنلاقي انه الفلويد ثيرابي بيرفع درجة حرارة الكبسول تقريبا 9 درجات مئوية، البارافين واكس بيرفع حوالي 7.5 درجات مئوية، الووتر باث بيرفع 6 درجات مئوية. الفلويد ثيرابي على تأثيره على المسلز بيرفع درجة الحرارة 5.3 درجة مئوية، البارافين واكس 4.5، الووتر باث 4.3، واحنا بنحكي على سوبرفيشال افكت.
من الأذر موداليتيز اللي ممكن نشوفها الهيتينج بادز، وهذا طبعا الكمادات الكهربائية الجافة ودرجة حرارتها ممكن تكون توصل 52 درجة مئوية. من الجنرال بريكوشنز اللي ممكن نشوفها هي عبارة عن الجنرال هيت بريكوشنز، لكن في بعض البريكوشنز للإلكتريك هيت باد، نكون عارفين انه المريض معرض لانه يصير في عنده الكتريك شوك، عشان هيك نتأكد انه ما في اي ووتر ريسورسز، وكان على اوعيه او على الجسم المريض التعرق اللي بيكون موجود، عشان هيك بدنا الكمادة هذه ناخد كل الاحتياطات بحيث انه ما نلفها بتول مبلولة او تول رطبة، لازم تكون جافة. The patient should not lie on a heating bed. مش لازم ينام على الهيتينج باد، مش لازم تكون تحتيه، لازم تكون دائما على العضو المراد علاجه.